يعني ايش صرت مو تخيل رساله ما تجاوبي؟ عرفي شنو دواج دبل اي لك. ايش بيك حيدر؟ ليش صاير عصبي؟ الدنيا ترى ما تسوى. لا يا ابي ماكو شيء، هذا صاحبي مزوجني وقبيت عليه. سهل اذا على صاحبك هذه. هي صاحبتهم عنفصة عليه، مثلا اذا خليك تروح دق الباب عليهم. انا ان الله. اقول لك حيدر هو قريب بعيد حتى اذا هذا نروح له. هو قريب بصف قلبي. والله لو تدري. اقول لك حيدر تحكي ويا نفسك لو وياي، شنو اللي بصف قلبك؟ ها؟ اللي بصف قلبي معده، لا المعده جوه. بابا مشتي هسه معلاق، معلاق سوي طماطم وخضرات جوا وخبز حار. عليك الله شنو رايك؟ لو سوي ناس امي. لك شو حيدر قلبت على الاكل، صديقك وين؟ والاكل وين؟ شنو الموضوع حيدر؟ يا بعد ضيف لو تدش كبره بقد السماء، لو احكي لك منه انا صراحه ما تحس بي، فخلي داخل بقلبه احسن شيء، وانت خذ راحتك بعد، اذا احكي لك ادوخك. هسه انا شو راح اصالح الخبله؟ شق انها على بالي احكي بالانستغرام يا عشره، وان هي بالقوه دارت علي. انا بفكر بحل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اي والله ماكو غير مودي رجع لي اياها. مودي عندي شغل ضروري وياك. شنو هي؟ تعلى صوتك، تعال شغلك. تمام؟ بس غير ال 25 ما اقبل. والله اللي بجيبه راح اعطيك اياه. والله ايش قد؟ 5000. خلنا نشوف هاي خطابه الا نعرف سوالفك. يلا امشي. الحق. حيدر فضنا بسرعة لأن وراي شغل. أكيد الشركات ما تأكلها واقفة. يلا احكي لي. مودي أنا وحبيبتي خربانين، عبالي احكي ويا غيرها. وش أسوي لكم أنا؟ عليك ترجع لي إياها. يعني شلون؟ باوع لي. عليك تطب لي هيك، أنا رجال فاعل الخيار. وأنا أخو حيدر بين قوسين، ولهنا دائما ألعب تليفون بوبجي. والله شاهد بس أنت تدزي لها طلبات. ها يعني تريدنا أروح أراسل على نستة حضرة جنابها تقبل وما تقبل؟ تريد تبيع علي ثقل؟ مودي اسمعني، أنت بدزي لها الكليشة. ومن اشوف رسالة بيها حيدر قبل راح توافق عليك. اذا على حد شوف تمام. اوكي. يلا. هذا حساب مالتها. قبلها واكتبي هذا الرسالة. شنو كان حسابك مو حسابي؟ طيب. يلا سجل. تمام هذا حسابها وطلع اليمين. باكر بالليل تكون بجيبك. باكر بالليل مو شنو دزك تتقدم لها يعني؟ مو هالشغلة مو سهلة، راد لها تفكير. يلا قوم شوف شغلك يلا. خلنا نشوف والله، والله لو ما رجعت لي اياها الا خلنا اطلعك اياها من خشمك. اي حساب البنيه صار يمي، حيدر والله زوج، لو بطاني فلوس. اني فاعل خير، ارجو موافقه. ها شنو؟ شو هاي وافقت بسرعه؟ لك حيدر انت والله غبي، جاي على اخوك 56 وتريدنا صالحكم، انت وحبيبتك اصبر لي. حبيبتي انا طبعي ما اكتب ولا رساله، احكي بالصوتيات، انا زلمه وما اخاف من اي واحد. ترى حيدر بس العب بتلفون البنات ما يوقفون، احبك واحبك، هاي صوتية الاولى. وثاني شيء اول ما تعرفت انتو حيدر انا كنت يمه، اكيد اي ولد يقول لحبيبته ما عنده ولا بنيه، كذاب عنده بنيه اكثر من الحبات التمن. بحيث دزت لي اسماي ليبشي والقلب مكسور، انت ما تبطل سوالف جن؟ باعي هاي اخر صوتية ولو انا ما اعرفك بس اخوي هذا الغبي عرفنا عليك، اذا ما يعجبك ضرب راسك باقرب حائط، ترى حيدر عنده اضعاف البنات، روحي. شلون داخت راس؟ يوي كافي هاي دزت لي. شلون؟ هلو؟ ممكن نرتبط شفتك عصب وحبيتك، وحتى شنو يبيع طماطم؟ ولو صدق انا ما بقيت باي شيء حيدر. يلا حبيبتي انت الحكي ما ينشبع منك، بالليل عود نتراسل ونفس ما قلت لك على حيدر، شو يعجبك بعدين تصرفي. حضرة جنابك قاعد تاكل هنا وانا محترق الدنيا علي، رتك عون تطلع لفرعون تخابر حبيبك تقول لي حيدر عنده بنات. لك ايش فيك تعيط؟ لا تشوف روحك اكبر مني، تعال اقعد وانا احكي وياك. با حيدر لا تاكلنا بصياحه. ساكت بصياحي؟ انت حاق الاخضر واليابس. با خليني اقول لك اياها من الاخير، انت اللي قلت لي عليه سويته، هي حرقة دمي وصرت عصبي عليها. تدري ايش قالت لي؟ قالت لك؟ قلت لها قالت لي ممكن نرتبط؟ وانت ايش قلت لها؟ قلت لها انا ما اخون اخويا. اجيب اخويا كفو. احنا ما نحتاجين اي واحد، احنا عندنا كوما بنات. هنا لصتها، ايش يولد اللي عندنا كوما بنات؟ الخطه خربتها، انا اروح
نصالحها. في عندها كومة بنات حرقة دمي. ليش؟ إذا هي زحفت علي يجوز باكر تسحب على غيرك. والله بورة معدل 5000 راحت، بس ما تسوى يومي قعدت وأنا يمها وشكلت وصبيت وما طلعتي. رغم إني طابلك على الخاص وأقلها ابن عمك. لا تطلعي له لا يشوفك ولا يخطبك. نوبة شمالي تسحب على أخويا الصغير، شفت شكلي؟ لأن اللي يهمني الصوت والمظاهر والعصبية. حيدر ما محتاج 5000، ما عندك بعد بنية حتى اشحن بوبجي؟